السلام عليكم خويا. السلام ورحمة الله. شي تكتوبة لولادك؟ وي وي. واش تتقولنا على هذه المكتبة اللي يعني وفرت لك كاع كتوبة هنا؟ الحمد لله. على حساب شوية هكا جيت سمعت هذا السيد يهضر مع واحد قبلي قال له راه كاينين كتوبة في المكتبات في وراك تشوف الحياة خاوية زعما. أنا شريت الكتوبة تاعي لاباس بيان كاع. واش شريت لنا كاع؟ ورينا واش شريت. عندي زوج ولادي. واحد شريت له أنشطة السنة الثانية. السنة الثالثة أنشطة. واحد يقرا ثانية متوسط. صح. كان خاصه التاريخ وخاصه جغرافيا وخاصه علوم فيزيائية والتكنولوجيا. وهذا شريت له. ويقرا السنة الثالثة ابتدائي شريت له كتب تاع الأنشطة. شو قلبهم؟ قلبهم وبالنسبة للأسعار يعني عجبتك أسعار مليحة؟ أسعار مليحة مليحة ماشي كيما مليحة راهم 6 كتوبة 120,000. الآخر راجع عندك هذا الأخ واش الكتوبة الأولى الأولادة طبعا شحال عندكم اللي حليتوا هنا أنتم؟ راه عندنا 15 يوم اللي حلينا هنايا ومرحبا بكم. راه عندنا كاع الأطوار والأسعار كيما اللي عندي ما تبدلوش وتاع اسعار تاع الدوله موحده. اعطينا العنوان تاع كاع الاطوار. عطينا العنوان تاع وراك محلي هنا. رانا حالين هنا في غرفه التجاره صوفات صوفات عند لاكار القديمه. مرحبا بكم رانا هنا حتى كنسافر ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله شكرا بارك الله فيك خويا. بارك الله فيك. شكرا صحيت